جريمة بشعة حدثت وسط منطقة البساتين في قضاء عالي في لبنان، أقدمت عليها سيدة استدرجت زوجها لتناول طبقه المفضل الملوخية لتدس السم فيه وتوفى داخل المنزل. السيدة قامت بعدها بنقل الجثة إلى منطقة أخرى وألقت كمية من مادة الأسيد، وفي اليوم التالي أحرقت الفراش بعد أن انبعثت منه رائحة كريهة. عائلة الضحية فقدت الاتصال مع ابنها فادي منذ شهر أغسطس الماضي، فبدأت رحلة البحث عنه بمساعدة السلطات الأمنية ليعثروا على الجثة مشوهة ومغطاة بورق شجر. زوجة الضحية كانت صرحت للسلطات أنه في ليلة 20 أغسطس حضر شخص مجهول وغادر زوجها برفقته إلى جهة مجهولة، مرجحة أنه غادر إلى سوريا. وبعد التحقيقات تبين أن الموقع الجغرافي لرقم هاتف زوجها بقي في منطقة البساتين، وهو ما أثار الشكوك حولها، خاصة أنه تبين لاحقاً وجود خلافات بين الفقيد وزوجته. السيدة اعترفت أخيراً بجريمتها وأنها كانت على علاقة مع صديق زوجها، وأنه بعد اشتباه الأخير بوجود هذه العلاقة قررت التخلص منه بمساعدة عشيقها.